كلام على الاهلي كتير قوي يا كابتن، وكله بامور سلبيه، صلاح محسن مشاكل تجديد مش عارف ايه. مين 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 نادي في العالم يا كابتن اتحرك لعيب كوره ما شاء الله، كابتن حشيش عصام في المهنه، واحمد ما شاء الله محل شاطر بالعقل، مين نادي في العالم عنده الارتباطات اللي احنا والنادي كل 3 ايام ماتش وهيقعد مع لعيبه ويكلمه في تفاوض وتجديد وتعمل ولا انت مضطر بره بالامانه يعني؟ لا لا يا استاذ عصام، ما هو انا في لازم خرج الخبر يا كابتن، قصدي يعني مش هنقعد بقى نشرحه، انا بقى قصدي كده يعني خرجنا ان ما احنا وضحنا، ما اقصدش يعني عايز اوصل فيه التوضيح ده بيبقى مره ماشي، ما التوضيح ده بيبقى مره كويس، فانت بتقوله مره وانا يعني هيتقال 5-6 مرات من 5-6 ناس مركز ثقه، فلان خلاص ماشي هيروح ناقل على لعيب تاني يوم علي ويوم السلية يا سيدي، ما انا بقول لك هيروح ناقل على لعيب تاني يوم بيرسي. انت بقى هنا هنا ده مش مرحله خطر، بس عشان الناس توصل يا عصام لجمهور الاهلي، ما وصل انت اللي انت عايزه، بعد ما نوصل بقى قول له، قول له بس يتابع، قول له يتابع معاك، وصل وخليه يتابع بس. انا عايز اوصل ليه بقى اللي هو كابتن، انا عندي كل 48 ساعه تمرينه او مثلا وبعد كده تراي ماتش وماتش وبسافر وبرجع وبروح وبتاع، وعندي كاس عالم وعندي دورك بقى ده اللي بيقول لك عليه الاستاذ عصام، ان انت هنا تعمل ايه؟ احنا بنقول ده بنوضح بالظبط، عشان كده انا كنت عايز اتكلم في النقطه دي في برنامج جمهور مثلا، ما انتوا لسه قايلين الكلام ده بالظبط، وجمهور الاهلي بيتاثر بالكلام ده، وفي ناس بتصدق للاسف المواقع دي وبياخدوا الموضوع، وليه ما نجدد يا جماعه؟ نجدد امتى؟ ده اللعيب ما بيلحقش يريح، صحيح هجيب انا لعيب واخد من تركيزه واقول له تعالى جدد، او في عرض او في كلام، انا عندي كاس عالم وعندي سوبر وماتشات في دوري ابطال افريقيا والدوري، مستحيل. ممكن بقى اقول حاجه، خليني اقول لحضرتك ان النادي الاهلي حاليا من وجهه نظري بقى ان هو عنده اقوى سكواد طبعا في الفتره الحاليه، ده في وجهه نظري انا شايف النادي الاهلي كسكواد اقوى من صن داونز، اقوى من الوداد، لو حسبت كاسماء لعيبه ممكن ممكن محتاجين تدعيم في مركز راس الحرب في يناير، لكن لو حسبت باقي المراكز مفيش مركز ناقص، انت حتى الناس اللي بتقول باك ليفت انت عندك علي معلول وكريم الدبيس، وعندك كريم فؤاد بيلعبها، وعندك خالد عبد الفتاح بيلعبها، المساكين عندك ربيعة، ياسر ابراهيم، متولي، محمد عبد المنعم، وفي معتز محمد، وفي احمد عبدين، وفي عبد الرحمن رشدان، كل دول مدافعين، ومعتز محمد على ارض الواقع انت بس هو زي ما قال ابو علي عبد المنعم وياسر وربيع، بس هو زي ما قال ابو علي عارف لو في وقت ان يلعبوا حتى لو ماتش ودي بعد الماتش الرسمي، بس المساكي الرابع لازم بيبقى شاب دايما في الفرق الكبيره، المساكي الرابع بيبقى شاب، ومحمد هاني لو لعب في الحته دي هيجيد فيها خالد. مركز المساك وخالد برضه، بس محمد هاني تحديدا كمان، عندك الباك رايت خالد عبد الفتاح، محمد هاني، اكرم توفيق، ثلاثه باكات شمال، وكريم فؤاد برضه بيلعب في وسط الملعب، عندك مروان عطيه، أليو ديانج، كوكا، السوليه، كريم نيدفيد، وكريم نيدفيد وامام عاشور، فانت المركز ده وقفشه، واكرم توفيق ممكن يلعب طبعا في الحته دي، فانت عندك المكان ده ممتلئ. تعال بقى لا والافضل للاجنحه، بص على حسين الشحات، بيرسيتاو، رضا سليم، طاهر، طاهر، احمد عبد القادر، دول موجودين تحت راس الحرب، وكريستو برضو ده من اللعيبه اللي ان شاء الله لما تاخد فرصه هتظهر بشكل كويس، وكريم فؤاد الراجل بيلعبه جناح، وكريم فؤاد بيلعب جناح برضو، ده حل مهم جدا، اصحاب المهمات اكتر من مهمه ما شاء الله دول، فانت جواكر انت بص يعني. على الاسكواد قدام في كهربا، في صلاح محسن، في موديست، في محمد زعلوك، ممكن نحتاج تدعيم مثلا في راس الحربه في يناير، محتاجين دي ما فيهاش كلام، دي يعني ده المركز الوحيد اللي ممكن تقول، لكن باقي المراكز ومحتاجين، وعلى فكره اي فريق في العالم سندبات. اي فريق في العالم بيبقى فيه نقص في مركز صحيح. معين ده طبيعي صحيح. عموما كابتن حشيش اخيرا عشان خلاص قدامنا دقيقتين ثلاثه، اسمع وجهه نظرك في التشكيل بكره من كل واحد فيكم. انا بس هقول في عجاله كده، بقول للناس اللي هي قلقت بعد ماتش افريقيا، انتوا عايزين اكتر من ال 3-0 ايه في بدايه مشوار افريقي؟ لو نبص السنه اللي فاتت واللي قبلها، النادي الاهلي كان فيه تعثر من بدايه المجموعه صحيح. وحصل ضغطه، انما انت صحيح. ماشي كويس، سواء بقى الاجوان جت الشوط الاولاني الشوط الثاني، النتيجه النهائيه كذا، في بدايه مشوار، فما تقلقوش ان شاء الله باذن الله ناخد برضو المرحله الجايه بمأخذ الجد، بدايه من مباراه بكره زي ما بقول تكمله ان شاء الله، نسهل على نفسنا بس في بدايه المباراه عشان نحرز اهداف، اللي هي يعني نلعب زي الشوط الثاني في الماتش الاخير، اهداف بتسهل 3-0 تشكيله يا كابتن، 3-0 وبعدهم على بال ما الزملاء بيكتبوا 3-0 وكل واحد يقول لك هو ده الاهلي، هو ده ماتش الأهلي. وبعدين الناس كسبت 1-0، انا اتكلمت في الموضوع ده امبارح، ماتشات ثلاث ماتشات غير الاهلي كسب 1-0 بالتيله باعتراف اجهزتهم، قال لك عوده البطل، قال لك عوده البطل، ان
سنجام هو احسن فيلم هندي. احنا بعد ما نكسب يا جماعه ان شاء الله 3-0 دول، او بعد ما كسبنا 3-0 عوده البطل ونقعد نعمل. عايز بس اقول لك كمان حاجه كابتن، انه اغلب او بعض الزملاء الطيبين بيروح على طول مشنكلهم مين وكلاء اللاعبين لعمل ثقافه نشر اسماء. وما اجمل انه النادي الاهلي بياع حشيش خلص. طبعا النادي الاهلي بياع. أيوة انشر بقى الثقافه دي حوالين النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن حشيش. طبعا انا ابدا بثابت. ثابت كتبت قبل ما كابتن حشيش يكتب. ماشي فضل. انا يمكن اتفضل يا كابتن. لو ال 4-3-3 طريقه لعب مارسيل كولر، في حراسه المرمى محمد الشناوي، الاثنين المساكين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم، الباك رايت تفضل اكرم، ممكن نعمل روتيشن ما بين هاني واكرم توفيق، الباك ليفت علي معلول، الثلاثه اللي في وسط الملعب مروان عطيه، اليو ديانج وقفشه. اوكي. امام عاشور ناحيه الشمال، والشحات ناحيه اليمين، وصلاح محسن قدام. ايه ده؟ ايه ده تاني؟ امام عاشور إيه؟ يلعب جناح؟ وينج جناح ناحيه الشمال، لان المتاح اصلا يعني في القايمه مش كتير في مركز الجناح بكره، فانا شايف ان امام لو لعب في الحته دي مع قفشه كصانع العاب الطريقه دي هتتحول 4-2-3-1، يبقى اثنين مروان عطيه واليو ديانج وقدامهم قفشه، وامام يروح ناحيه الشمال وحسين الشحات يمين، وقدام صلاح محسن. صلاح محسن ممكن بكره تبقى بدايته يعني استكمالا للماتش اللي فات، نزل سجل هدف. ليه؟ ماتشات سموحه زي ما قلت لو سجلنا هدف بدري ممكن تفتح صحيح، وهتلاقي في مساحات، وصلاح محسن مهاجم بيحتاج مساحات، فاتمنى ان هو يكمل على يستغل الهدف اللي هو جابه. ابو علي، انا توقعي شناوي علي معلول شمال منعم وياسر، او ممكن يدخل ربيعه بحيث فكره الروتيشن قبل ماتش يانج، هاني ناحيه اليمين، ولو فكر برده ممكن اكرم امام ومروان وديانج، يلعب كريم فؤاد ناحيه اليمين، حسين ناحيه الشمال، صلاح محسن مهاجم صريح. مروان وامام وديانج في نص الملعب. الثلاثه دول انا الشناوي كمل، وكريم فؤاد هيبقى ناحيه اليمين، وحسين شمال، وصلاح هجوم. الشناوي منعم وربيعه، معلول واكرم، مروان وديانج وقفشه، صلاح محسن، وحسين الشحات، وكريم فؤاد. كابتن حشيش يعني حضرتك زي الشق الهجومي. الشق الهجومي تقريبا يعني. انا بقول الشناوي وان كان عاجبني. لا احمد الحقيقه على هو الراجل فكر فيه وجربها فكره يعني. جرب موضوع امام الشمال. انا بقول احمد ماشي الشناوي علي معلول منعم وياسر، ويدي اكرم، وممكن يطمن على اكرم مثلا للماتش اللي بعد كده في افريقيا، وممكن ينزل هاني شويه في الاخر حسب بس السير بيعملها ساعات. صحيح. انا بقى مختلف في الثلاثه اللي في النص. انا عايز العب مروان ثابت قدام الخط الديفنس، وهلعب بعاشور وقفشه. عاشور وقفشه، عاشور وقفشه، امام عاشور طبعا وقفشة. انا اتمنى يعمل دي بيرستا وكهربا والشحات. لا تو بره، تو بره، تو بره، تو بره خالص. يبقى كريم كهربا بره، يبقى كريم وكريم بره هذا الماتش السادس. يبقى خلاص، يبقى كريم، يبقى كريم وصلاح والشحات. والشحات هو ده الاقرب لل ان الثلاثه اللي قدام يبقى كريم والشحات وصلاح محسن او امام بقى فكره. ما هو عمل اللي انت قلته بتكتيك يعني تاني مختلف، اللي هو امام هيروح هيروح ناحيه الشمال، يبقى امام وقفشه هم الثمانيات، وكريم فؤاد والشحات قدام صلاح محسن. عموما كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره، ان شاء الله يستطيع الاهلي ان يفوز ويظل دائما متصدرا على قمه الدوري العالمي. المباراه الساعه 7 ان شاء الله. كنت تقول الساعه 7. الساعه 7. شكرا جزيلا يا كابتن، وشكرا جزيلا احمد، شكرا جزيلا ابو علي، شكرا جزيلا شكرا كابتن اسلام. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وما تنسوش بكره ان شاء الله الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وسموحه ما قبل المباراه بساعتين على الهواء مباشره لنقل كل الاحداث وكل الكواليس التي تحدث في مباراه بكره ان شاء الله او ما قبل هذه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.